مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وإحنا الآن مع هذا كازاوي فرحان بفوز المنتخب المغربي على الشيلي. الأداء كان ممتاز كيف ما كيقول، عجبته التشكيلة، يعني فرحان حتى بالمدرب ديالو بخصوص أن هذا ودادي، وعجبوا الأداء ديال المدرب وليد الركراكي في هذه المباراة هذه. وكنتمنى إن شاء الله الفوز والتألق بالنسبة للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أنت سيدي تفرجت في المباراة بطبيعة الحال؟ تفرجت في المباراة البارح، تفرجت مزيان وعجبني الماتش مزيان، وكانت المقابلة مزيانة 90% مزيانة. ما شنو اللي عجبك أكثر البارح في ديك المباراة؟ أكثر البارح عجبوني الدراري، كان عندهم حماس، يكونوا فيهم واحد الرجولية، وكان المدرب تا هو في المستوى الرفيع، ماشي زعما يستاهل المنتخب المغربي. يعني انت كتاكد ان فرحان لان الركراكي هو اللي كيستحق هذا المنصب هذا ديال من طبيعه الحال يستاهل ويستاهل اكثر هذاك المدرب ديال المنتخب. كيفاش جاتك الحماس التشكيله بالنسبه لي انا التشكيله عجبتني، والدوزيام ميطا احسن كاع. الدوزيام ميطا كانت احسن، الدراري اللي دخل الدوزيام ميطا كان عندهم تا هما واحد الحماس، بالاخص هذاك الدري ديال برشلونه اللي كان تا هو في المستوى. يعني راه قلنا لك انت بالنسبه لك شكون رجل المباراه البارح ديك المقابله؟ ونقول لك ماشي رجل، كلهم رجاله الحمد لله، كلهم رجاله. تقاتلوا كيف ما كانوا؟ تقاتلوا، كانوا رجاله كيما قال السيد المدرب الركراكي، قال لك الرجاله تا هما رجاله، كانوا مع رجاله. المنتخب المغربي قبل فاش كان وحيد خليل وزيتش كيفاش كان؟ وبحقيقة ما كانش عنده تواصل مع اللعابة، هادشي اللي كاين، الفرق اللي كاين هو التواصل. الركراكي كان عنده تواصل وعنده واحد تبارك الله عليه، ما ديما نقول فرحان بعودة ديال زياش حكيم زياش. بالعكس حكيم زياش العودة ديالو كانت في المستوى، والدراري هما اللي كانوا مشاو عاوتاني رجعوا، ونتمناو لهذوك اللعابه الاخرين اللي كانت عندهم اصابه يرجعوا ان شاء الله تاهما ان شاء الله للمنتخب. كلمه حق المدرب الركراكي وليد الركراكي، شنو بغيت تقول ليه؟ انت قلت لي الاداء ديالو بلا كان ممتاز. المدرب الركراكي ان الاداء ديالو ممتاز من البدايه مع الوداد البيضاوي، انا كان في المستوى مع الوداد البيضاوي. عجبني مع في المستوى مع الوداد البيضاوي، وزاد دابا كمل مع المنتخب المغربي، هادشي اللي كاين. الرسالة اللي تبغي توجه للمنتخب الوطني من اللعابة من المدرب، شنو تبغي تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ كنتمنى لهم التوفيق، هادشي اللي كنتمنى لهم التوفيق. يعني بهذا الأداء هذا وبهذا المستوى، واش كتشوف أن المنتخب المغربي غادي يكون غيلعب مزيان في قطر؟ أنا كنتمنى، أنا على حسب التشكيلة اللي لعب بها البارح والمستوى اللي قدموه البارح، الدور الثاني إن شاء الله كاين. الدور الثاني. المنتخب اللي غنلعب واش نقول لك؟ الدراري الرجوله اللي فيهم ان شاء الله غيوصلوا للدور الثاني ان شاء الله، الدور الثاني على حساب المستوى ديال البارح غيرجعوا الدور الثاني ان شاء الله. يتقاتلوا على التونسي. رجال، هادشي اللي كنتمنى، رجال. اداء ديال بوفات شفنا ان البارح كيقولوا لي ان اداء برازيلي، تبارك الله هذاك الرجل. واش نقول لك؟ تبارك الله باقي شاب، رجل يعني رجال، الدراري رجال، ما انا كلهم انا مع هذوك الدراري، ما كاينش. تبارك الله سيدي، مع الاقاله ديال المدرب وحيد خليل وزيد. المدرب خليل وزيد كان تكون الاقاله ديالو قبل في الحقيقه، قبل كانت تكون، هادشي اللي كاين. الجامعه القرار دارت هو وليد الركراكي يكون هو المدرب ديال المنتخب. هو المنتخب، وان شاء الله يكونوا الدراري اخرين في المدرب الوطني المغربي في الدراري ديال. رساله لهم سيدي، شنو تبغي تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ كنقول لهم كونوا رجال ان شاء الله. تبارك الله عليك، شكرا. كما شاهدتم انا مشاهدي قناه شوف تي في، ان هذا كازاوي فرحان بفوز المنتخب المغربي، وكيتمنى لهم ان شاء الله المستوى، ان شاء الله الاداء يكون مزيان حتى في كاس العالم قطر 2022. وهنا مشاهدي قناه شوف تي في كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر.